حضراتكم مرة تانية، وزي ما نوهنا في بداية الحلقة في فقرة السوشيال ميديا في آخر فقرة معنا النهاردة في الحلقة، وعايزين حضراتكم تبعتوا تهنئة لوالدتكم، ولو عايزين كمان تحطوا صورة، ولو عايزين تقولوا لنا كمان جبتوا لها هدية إيه، ابعتوا لنا قولوا لنا إيه الهدية اللي جبتوها. أنت جبت إيه بالمناسبة؟ والله أنا مش عارفة، حاسة أنت مش من النوع اللي بيجيب. عيب عليكي، صح؟ ثقتك فيا وأنت صغير كنت من النوع اللي بيجيب وردة وخلاص. طول عمري حنين. حنين؟ طول عمري حنين. طب كنت بتجيب إيه؟ بصي، في فتره من الفترات دايما كان بيبقى في راكورات كده، يعني في فتره يعني كذا سنه ورا بعض بالصدفه بتبقى شنط، مش عارف ليه هي بتيجي. والله العظيم بكلمك بجد، بتيجي بالصدفه. في فتره برضو حقبه كده ما كانت مثلا ساعه، يعني في دايما حاجات معينه تشوفها راكور. شنطه برضو. شنطه برضو. لا انا قررت بقى، يعني اكتشفت ان الامهات بيحبوا الفلوس، يعني انت اديها فلوس وهي خليها تشتري اللي هي عايزاه. هي دي حاجه دايما، يعني هي تشتري هديتها بنفسها. انا حل عملي ده. عملت كده سيرفي، يعني والله سالت كذا حد، يقولوا لي بصوا يعني ما تكلفوش نفسك، هاتوا واحنا نشتري. يعني بجد والله سالت كذا حد، فبتهيألي دي احسن حاجه. المهم يكونوا بس هما سعداء. لا هي طبعا يعني فعلا من غير حاجه خالص، هما لا مستنيين. دي حاجه رمزيه طبعا. والله ما فيش ام تبقى مستنيه هديه ولا اي حاجه، بس ده تعبير يعني عن التقدير، تعبير عن الحب. يعني خليني اقول لك على حاجه، طبعا احنا بنهزر، بس حتى لو حضن، حتى لو ورده، الحاجات دي بتفرق جدا مع الامهات. زي ما قلنا هي الام في الاول وفي الاخر ما بتبقاش بتعمل اي حاجه عشان مقابل، هي بتعمل ده لان دي الفطره اللي ربنا يعني اداها لها او خلقها بيها. العجيب من قديم الازل ان دايما الاولاد ما بيبقوش واخدين بالهم قوي من مدى حجم الدور المهم اللي الام بتلعبه، وكمان الاب على فكره. امتى بقى يبتدوا ياخدوا بالهم؟ لما هم نفسهم يخلفوا. صح. فعلا بيدركوا ويبصموا بالعشره ان لا، الام دي ملهاش زي، وان الاب كمان هو كمان ملوش زي الحقيقه. صحيح. كل سنه وكل ام بخير يا رب.